مشاهدينا، اهتمت الصحف لهذا اليوم كما أمس بأخبار مدينة حلب السورية، وتباينت الآراء حول تقييم تطورات المعارك، حيث هلل كتاب لما اعتبروه انتصارا لجيش النظام في سوريا، وندد آخرون بما اعتبروه عارا لن يحسم المعركة بعد. كما اهتمت أيضا صحف بقرار المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين إقامة حكومة إنقاذ وطني في العاصمة اليمنية صنعاء ورفضها الخليجي والإسلامي. أخيرا، صحف قليلة تحدثت عن العصيان المدني في السودان وتبعاته. جولة الصحافة، أهلا بكم. البداية مشاهدينا من صحيفة العرب وعنوان ترامب يدير السياسة الخارجية للولايات المتحدة من تويتر. عندما يصبح يعني دونالد ترامب رئيسا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية في يناير القادم كانون الثاني، فإن حسابه على تويتر لن يكون حسابا شخصيا تابعا لمواطن عادي، بل ستكون تصريحاته محسوبة عليه وعلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن ترامب بدأ يثير المشكلات قبل توليه السلطة. كان ترامب كتب تغريدة مثيرة للجدل تعهد فيها بإنهاء سياسة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه كوبا بعد أيام من وفاة الزعيم الشيوعي فيديل كاسترو. وكان استخدام تويتر أيضا من قبل ترامب هذه المرة في مجال السياسة الخارجية مثيرا لانتقاد الكثيرين، حيث رأى البعض أن التحدث في مثل هذه الأمور الحساسة المتعلقة بعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأخرى بشكل علني عبر منصة التواصل الاجتماعي أمر غير صائب وغير موفق. الخبر الثاني من صحيفة الشرق الأوسط، والتي عنونت البرلمان الهولندي يقر بحظر جزئي للنقاب. أقر البرلمان الهولندي بأغلبية كبيرة أمس مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة مثل المستشفيات والمدارس والمواصلات العامة والأبنية الحكومية. ويعاقب القانون كل من ترتدي النقاب في الأماكن المشمولة بغرامة مالية تصل إلى 400 يورو. وأصبحت هولندا هي رابع دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر النقاب بعد فرنسا وبلجيكا وبلغاريا أيضا. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قوبل القانون بمعارضة شديدة، حيث عبر مجلس الدولة الذي يعد أعلى هيئة استشارية للحكومة عن رفضه القانون أكثر من مرة، ورأى أنه لا يتوافق مع حرية الأديان. إلى الحياة اللندنية، وكتبت عنوان استنكار خليجي وإسلامي لحكومة الحوثيين. أعربت دول الخليج وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أمس عن رفضها واستنكارها لإعلان جماعة الحوثيين والرئيس السابق علي صالح تشكيل حكومة في الجمهورية اليمنية. من جهة أخرى، أكدت الحكومة الشرعية اليمنية أن الحكومة التي أقرها المجلس السياسي الانقلابي في صنعاء لإدارة المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم في اليمن ولدت ميتة، لافتة إلى أن الخطوة الحوثية تعد انقلابا على مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ ومبادرته. قال أيضا المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح لصحيفة الحياة: هذه الخطوة تؤكد أن الحوثيين ليسوا فقط ضد إرادة الشعب اليمني، وإنما ضد إرادة المجتمع الدولي أيضا. الخبر الرابع من العربي الجديد، والتي كتبت: التعاون الأمني المصري السوري تسليم متهمين وقوائم للمطلوبين. في مؤشر جديد على تطور التعاون الأمني والاستخبارات بين نظامي عبد الفتاح السيسي في مصر وبشار الأسد في سوريا، يكشف مصدر قضائي مصري عن تسلم القاهرة العشرات من الشباب والقيادات الجهادية المطلوبة أمنيا بعد قبض جيش الأسد عليهم في معارك في سوريا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك أثناء مشاركة هؤلاء طبعا المصريين على أنهم متطوعون في صفوف الميليشيات الإسلامية الناشطة في القتال في سوريا. يوضح المصدر أن عدة عمليات تسليم تمت خلال أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، وأنه تم استجواب العشرات من المصريين الذين أعيدوا قسرا إلى البلاد وفق الإجراءات الأمنية المعتادة من قبل جهازي الأمن الوطني والاستخبارات العامة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أعلن حرص مصر على محاربة الإرهاب في سوريا ودعم جيش النظام بعد أسابيع بس أو فقط من زيارة قام بها
مدير جهاز الأمن القومي التابع للنظام علي مملوك إلى القاهرة، التقى خلال بمدير الاستخبارات العامة المصرية خالد فوزي ومسؤولين أمنيين آخرين، ما اعتبر نقلة نوعية في التعاون بين النظامين. الخبر الخامس والأخير من القدس العربي وفي الشأن السوداني، الأمن السوداني يصادر 4 صحف بعد الأيام والجريدة لتغطيتها العصيان المدني. لم تكتفي السلطات الأمنية في السودان بمصادرات صحيفتي الأيام والجريدة أمس الأول، بل عادت لمصادرة طبعة الأمس من الصحيفتين وصدرت معهما صحيفتي التيار واليوم التالي، وذلك بسبب تغطية العصيان المدني الذي دعا له ناشطون في السودان. نظم ناشطون سودانيون عصيانا مدنيا من يوم الأحد وحتى أمس الثلاثاء، تفاوتت نسب نجاحه وتم من خلاله التعبير عن رفض زيادة أسعار الدواء وتحرير سعر الوقود وموجة الغلاء التي ضربت البلاد بعد تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. وحسب مراقبين فإن العصيان نجح في إشعال حملة إعلامية ضخمة مشاهدينا نحو الوضع المتردي في السودان. ننتقل بكم إلى جولة الكاريكاتير الصادر لهذا الصباح. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة ونرجع لك صفاء.